نحن هنا كما ترون الشعب المغربي بكل أطيافه. شعوب تقترب أكثر وأكثر من المقاومة، فلم يعد هناك من خيار على الإطلاق ليقولوا كلمتهم الفصل في ما يسمى بصفقة قرن، أو ما نسميه نحن بصفقة العاب. المغاربة جاءوا، الشعب المغربي أصحابها، الشعب المغربي هو الذي يحرر الصحراء المغربية، وهو الذي يثبت هذا التحرير.